السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الرسل والمرسلين. مرحبا بكم في تجربة جديدة من قناة سعودي أوتو. حلقة اليوم ننقلها لكم من معرض أكسس للسيارات لعابو 11. نحن الآن في جناح شركة نحو الشرق، وكلاء ماكليرن في المملكة العربية السعودية. مثل ما أنتم عارفين، بدأ تاريخ ماكليرن في أواخر الستينات مع بروس ماكليرن. وسيارات ماكليرن تختلف عن السيارات الرياضية الثانية لأنها ولدت في حلبات السباق. طبعاً حلبات أي سباق؟ حلبات سباق الفورمولا 1. ثم أصبحت بعد ذلك سيارات طرقات عادية، وأول سيارة للطرقات العادية أنتجتها في عام 1993، وهي السيارة ماكليرن F1. سيارة ماكليرن MB4 12C، وهي تعتبر أول سيارة تجارية في فئة السوبر كار، تعتمد فيها على خبرات وتكنولوجيا الشركة نفسها. السيارة صممها المصمم المعروف فرانك ستيفنسون، اللي له تصاميم معروفة. الهدف لشركة ماكليرن من صناعة السيارات هو نقل شعور وإحساس سائق الفورمولا إلى الطريق، بحيث أنه تم استغلال خبراتهم وتقنياتهم في سباقات الفورمولا 1. وهذه المرة الشركة استثمرت في صناعة السيارات على نطاق تجاري أوسع، وتعتبر ماكليرن أول شركة تعتمد الكربون فايبر في سياراتهم. ماكليرن MB4 12C أنتجت في عام 2011، وفي عام 2012 دشنوا الطراز سبايدر في معرض باريس للسيارات، وكانت السيارة مزودة بمحرك سعة 3.8 لتر V8، يحتوي المحرك على شاحن توربيني مزدوج و32 صمام. وتم تصميم المحرك هذا من قبل شركة ماكليرن بالتعاون مع شركة ريكاردو، وهم لهم باع طويل في تصميم المحركات. وكان تسارع MB4 12C من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.1 ثانية، والسرعة القصوى 333 كيلومتر في الساعة. دشنت ماكليرن سيارتها الثانية S650S للمرة الأولى في معرض جنيف للسيارات عام 2014. اعتمدت في تصميمها على إيش؟ على سيارة ماكليرن MB4 12C مع قطع جديدة بنسبة 25%. احتفظت السيارة بنفس المحرك V8 سعة 3.8 لتر المستخدم في MB4 12C، لكن بقوة 641 حصان. والآن ورسمياً تدشن شركة نحو الشرق المحدودة الوكيل الرسمي لماكليرن في المملكة العربية السعودية السيارة الجديدة ماكليرن 720S، اللي هي السيارة اللي خلفي، وهي تعتبر الجيل الثاني من فئة السيارات السوبر سيريز. التصميم الخارجي جديد وخاص بماكليرن، زي ما انتم شايفين يحافظ على الديناميكية الهوائية والأداء. هيكل السيارة الـ 720S مصنع من الياف الكربون، واللي بيستخدم في القفص الأحادي اللي هو مانو كيج 2، وانخفض وزن السيارة مقارنة بالطراز السابق وأصبح 1419 كيلوغرام. تتوفر ماكليرن 720S بمحرك جديد سعة 4 لترات مع 8 اسطوانات وشاحن توربيني مزدوج يعطي قوة قدرها 720 حصان وعزم دوران 770 نيوتن متر، ونسبة وزن مقابل القوة تصل إلى 561 حصان لكل طن. لكن تسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.9 ثانية، ومن 0 إلى 200 كيلومتر في الساعة خلال 7.8 ثانية، وسرعتها القصوى تصل إلى 341 كيلومتر في الساعة. ويرتبط المحرك بناقل حركة سريع من 7 سرعات يقوم بالتغيير بسرعة عند السرعات العالية، ويحسن من عملية التغيير في السرعات المنخفضة. بالنسبة لأداء المكابح عشان توقف السرعة الهائلة هذه، السيارة عندها القدرة على التوقف التام من سرعة 200 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثواني في مساحة تبلغ 117 متر فقط. المقصورة الداخلية فاخرة وتركز على السائق، ولما نقول إنه المقصورة الداخلية مركزة على السائق، إيش معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام إنه كل مفاتيح التحكم والأزارير موجهة للسائق عشان تعطيه تجربة قيادة استثنائية. أصبحت المساحة الداخلية أوسع ورؤية محيطية أفضل من الجيل السابق. ونظام تحكم استباقي بهيكل الشاسيه يجي للجيل الجديد ماكليرن، ويمكن للسائق الاختيار بين أوضاع القيادة المريحة والرياضية أو على حلبة السباق.
عشان تجربة القيادة بأشكالها المختلفة. السيارة الثانية المعروضة على جناح نحو الشرق ماكليرن هي السيارة ماكليرن 570S كوبيه. السيارة تتمتع بكل المواصفات الديناميكية اللي تعطي أداء عالي من سيارة 570S، وتعتبر الطراز الأول للسلسلة الرياضية سبورت سيريز من ماكليرن، وهي تستمد تصميمها الخارجي من شقيقتها ماكليرن 650S، وتم بناء قاعدة العجلات من الكربون فايبر واللي تم تطويره بشكل خاص عشان يقلل من وزن السيارة الجديدة ويصير 1452 كيلوغرام. وهي تملك مكسورة قيادة عملية بحيث يدور كل الأشياء والأزرير حول السائق ويخلي التحكم في متناول إيده. كمان كل الاهتمام بكل التفاصيل مثل سهولة الدخول والخروج من السيارة، وتتميز المقصورة الداخلية أيضا باستخدام خامات راقية إضافة إلى درزات خياطة عالية الجودة، وإضافة كمان إلى مقاعد رياضية من الجلد مع تطعيمات من الكربون فايبر والكنتارة وجلد النافة. محرك السيارة هو محرك ماكليرن V8 سعة 3.8 لترات مع شاحن توربيني مزدوج، يعطي قوة 562 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك الجبار بناقل حركة من 7 سرعات بعلبة تروس سلسة الانتقال. خلينا نتكلم عن تسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في خلال 3.2 ثانية، وسرعتها القصوى 328 كيلومتر في الساعة. والسيارة الثالثة المعروضة في جناح شركة نحو الشرق ماكليرن هي ماكليرن 570 جي تي، وهذا الطراز الثاني من سلسلة سبورتس سيريز بعد ماكليرن 570S، وهي سيارة مناسبة جدا للتنقل اليومي. التصميم الخارجي تتميز السيارة بالسقف الزجاجي البانورامي الثابت وسعة التخزين الإضافية، وهذا يعزز سهولة الاستعمال اليومي للسيارة. المحرك سعته 3.8 لتر V8 مع شاحن توربيني مزدوج ب 32 صمام، يعطي قوة 562 حصان وعزم دوران 600 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة آلي من 7 سرعات مع تنقيل يدوي، وتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.4 ثانية، والسرعة القصوى 328 كيلومتر في الساعة بنظام دفع خلفي. وأنا حوريكم الآن الطريقة المثلى أو الصحيحة لدخول والخروج من هذه السيارات بطريقة صحية أكثر لمالكين السيارات هذه. طبعاً زي ما تشايفين نفتح باب السيارة للأعلى، والدخول فيها الخاطئ أنك تدخل بالسيارة بالطريقة التقليدية اللي هي زي كده. حقيقة هذه الطريقة متعبة جداً لدخول السيارة، وكذلك الخروج منها زي ما أنتم شايفين متعب جداً خروجك من السيارة. لكن الطريقة الصحيحة هي أنك أنت ترجع بظهرك بجسمك للخلف، وتحاول أنك أنت تجلس في المقعد السيارة زي كده. وبعد ما تدخلوا السيارة بالطريقة هذه، وزي ما أنتم شايفين الزاوية هذه تكون رجلكم، ما عليكم اللي ترفع رجلكم الاثنين زي كده، وتدخلوا بكل سهولة وتحني ظهرك لليمين، وتكون هذه هي قاعدتك وجلستك الصحيحة في السيارات بصفة عامة، وخاصة الطريقة الأسهل في سيارات السبور. أما بالنسبة للطريقة الصحيحة والطريقة الصحية للخروج من السيارة، بأنه أنت تأخذ رجلك الاثنين تميل اليسار وتنزلها على الأرض زي كده، هذه هي الطريقة أو المرحلة الأولى. وبعد كده ترخي راسك وترتفع وتحط كل قوتك على رجلك وترتفع، وهذه تعتبر هي الطريقة الصحيحة والصحية كمان. الرؤية الخارجية من داخل السيارة جيدة، وتتوفر شاشة في الكونسول الوسطي سهلة الاستخدام، وطبعا كل الإعدادات في متناول يد السائق. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم، وللمزيد من المعلومات زوروا موقعنا سعودي اوتو.com.sa،
ولا تنسوا وضع جوالاتكم على الصامت خلال القيادة، لأنه الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية تعتبر من أكبر المسببات للحوادث. فضع جوالك على الصامت وقود بأمان، واحترم حق الآخرين على الطريق. وإذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا تعملونا لايك وشير، وكذلك تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.